تعرضت الفور يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدا في فناء منزله الخلفي قبل أن يتدخل والده بشجاعة. وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطفل كليفورد تومبسون نقل إلى مستشفى متأثرا بجروح بالغة بعد تعرضه لما وصف بالهجوم الوحشي الأسبوع الماضي في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند. وكشف والده ما جرى قائلا: انتقلنا للتو إلى هذا المنزل وكنت أقيم حفلا للعائلة بهذه المناسبة قبل أن يتعرض ابني للهجوم، مضيفا أن كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح كنت أراقبهم. تابع: فجأة سمعنا صراخا وحين التفت فوجئت بتعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدا عن المنزل. ويؤكد الوالد تومبسون أن ابنه كان بل كاد أن يلقى حتفه لولا تدخله في الوقت المناسب، حيث قام بضربه بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يطرق ساق الطفل. وأوضح الأب أن الثعبان كان شرسا وعدوانيا جدا، مضيفا: تعاملت مع الثعابين منذ قبل لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدا مثل هذا، وتبقى حالة الطفل الصغير مستقرة حاليا، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية صباح الجمعة في مستشفى بروس بين. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.